الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، يا إخواني ويا أخواتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينبغي للواحد منا أن يتعظ وأن يعتبر بمن سبقه من المؤمنين، بمن سبقه من المسلمين، وأن لا ينساهم من دعواته والاستغفار لهم والترحم عليهم ما دام حيا، لأن الاستغفار ينفع الأحياء والأموات من المسلمين. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فإذا هذا حث على أن يستغفر المسلم لإخوانه المؤمنين الذين كانوا قبل زمانه وكانوا قبل وقته، أو الذين هم في وقته، أو الذين يأتون بعده. وهذا فيه أجر وخير، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، وهذا لا يحصيه إلا الله. ولا سيما إذا كان هذا المؤمن الذي تستغفر له من الطيبين، من أهل الخير والفضل، ممن خدموا الدين وخدموا الإسلام ونشروا العلم، كأمثال الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله الذي نحن عنده الآن في زيارته للاتعاظ والاعتبار. نستغفر له ولأنفسنا. هذا الرجل كان من مشايخ أهل السنة والجماعة، وكان نشأ من طفولته على الخير وعلى الصدق والأمانة وطلب العلم والتعلم والتعليم، وتخرج شيخا واستفاد من شيخنا الكثير، وقرأ عليه وحصل منه وسمع منه وسافر معه ولزمه مدة طويلة، وكان له عند شيخنا محبة خاصة، كان يرى فيه الخير، وكان يقول: عبد الرزاق يعجبني، عبد الرزاق لا يتفلسف من عنده، يعني لا يحكي برأيه في الدين، إنما يتقيد بالنقل عن العلماء. وكل من عرفه عند شيخنا أو بين أهله أو مع الناس يشهد له بالصدق والأمانة، بالتواضع، بالزهد. كان من الزاهدين رحمه الله، وكان من الطيبين. هذا الشيخ عبد الرزاق الشريف عمل ودرس في لبنان وخارج لبنان، كان يخرج أحيانا إلى بلاد بعيدة كفرنسا، سويسرا، إلى بلاد كثيرة مثل إسبانيا مثلا أو غيرها، وفي ألمانيا وغير ذلك. كان يذهب يدرس وينشر علم أهل السنة والجماعة. فمثل هذا الرجل الطيب لا تنسوه من دعواتكم، ولا تنسوه من الاستغفار له والترحم عليه. واليوم نفتقد الكثير من الأحبة، نفتقد الكثير من الطيبين الذين كانوا يخدمون دين الله، وعلى رأسهم مولانا الشيخ عبد الله رحمه الله، والقائد البطل الشيخ نزار حلبي رحمه الله، الشيخ أحمد اسكندراني رحمه الله، الشيخ حسن جمعة رحمه الله، وكذلك خارج بيروت مثل الشيخ حسين الندي والشيخ خالد حليحل والشيخ غازي الضناوي، الكثير. يعني أنا الآن لا أستجمع ولن أحصي أسماءهم الآن، لكن هؤلاء كانوا يخدمون الدين. وفي بيروت أيضا حتى من النساء الكبيرات مثل الحاجة شفيقة والحاجة نزهة والحاجة أم حسن مبسوط والحاجة دعد رحمات الله عليهم جميعا، هؤلاء من أهل الخير والفضل الذين خدموا الدين وخدموا الإسلام. فلا تنسوهم أنتم في بيوتكم، أو تعالوا إلى زيارتهم وزيارة المسلمين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن زيارة القبور: ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة.
زيارة القبور، زيارة القبور ترقق القلوب، تذكر بالاستعداد، تذكر بالتوبة، بالندم، بالاستغفار، بالتهيؤ للقبر، للآخرة. يتعظ بهؤلاء الناس الذين كانوا كما نحن الآن وهم الآن حيث هم الآن، ويمكن بعد لحظة نصير نحن أيضا في عداد الأموات. هذا الحاج وليد الملا الذي أيضا كان يخدم دين الله، يقرأ القرآن للناس ويؤذن في المساجد، هذا هو حالنا في هذه الدنيا. فلا تنسوا من سبقنا من الطيبين، لا تنسوا المسلمين في فلسطين، لا تنسوا المسلمين في السودان، لا تنسوا المسلمين في سوريا، في كل أرض، في كل بلد، في اليمن، في العراق، في كل أرض وبلد أكثر من الدعاء للمسلمين فيها. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم في الجنة، نسأل الله أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى، وأن يغفر لنا ولهم، وأن يحسن ختامنا، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.